من شد الأخبار في كامل، إياك تخرج المواضيع المهمة والأساسية، رغم أن قاع ما في الموضوع ما هو مهم يا غير على أساس العناوين الكبرى اللي تدخل تحت عناوين جزئية، وكذلك هم اللي شد جميع الطبقة السياسية وفعلا لقد الأسبقية الأحزاب اللي عندها الشرعية عند وزارة الداخلية، كذلك المجتمع المدني بصفة عامة خصوصا النقابات اللي يلعبوا دور كبير ومهم وأساسي، وبعض المنظمات الحقوقية والمنظمات المتخصصة كذلك هم اللي يجب أن يعود رأيها حاضر حتى ولو في الجلسات التمهيدية للحوار، لكن المهم توسيع الدائرة ياك تشمل الجميع، لكن هم اللي المهم بل أنه ما هو التوسيع من أجل التمييز.